محمود الخطيب قال وجود الكابتن محمد رشوان في مؤسسه الاهلي المجتمعيه اضافه كبيره. انا عايز اقول لك حاجه، انا في يوم جالي نمره، انا ما كنتش اعرف نمره الكابتن محمود الخطيب، فقالوا ايوه يا محمد، قلت له مين؟ قال انا كابتن محمود الخطيب، قلت له انا كابتن، ازيك اخبارك ايه وبتاع، قال انا عايز اقعد معاك شويه، فروحت قابلته في النادي الاهلي فشرح لي الموضوع كله، وانا كنت مبسوط جدا بالقصه دي، وحسيت الكابتن محمود ان هم مهتم جدا ومهتم، وجا معانا الكابتن علي ابو جريشه في نفس الوقت، وبصراحه يعني حاجه تحسب للكابتن محمود الخطيب، وان شاء الله تجعل في ميزان حسناته ان حاجه دي زي ديت تهتم بالناس او بالرياضيين اللي هم يعني النماذج الجميله في الرياضه. بالظبط، واهتم بانواع رياضيه كده، اعتقد ان ده شيء طيب. ده تقدير كبير من الاهلي يا كابتن. طبعا يعني ده بعتبره حاجه مهمه جدا في الاهلي، ودي مؤسسه الاهلي يعني معروفه ان هي دايما سباقه في الحاجات دي. يعني احنا جينا النهارده علشان نشكرك ونقول لك شكرا من القلب، جينا نقول لحضرتك شكرا على مسيره مليئه بالاخلاق وبالبطولات. الله يخليك. وتسمح لنا النهارده ان احنا يعني نكرمك ونهدى حضرتك درع برنامج رد الجميل. متشكر قوي، وانا سعيد جدا ان انا معاكم النهارده، واتمنى لكم كل الخير ان شاء الله.